العفو، شكرا جزيلا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. هذا نذكر عود بانه بعد التوقيع على اتفاق السماء المفتوحه بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنه 2006 تم رفع جميع القيود وتحرير الاسواق على استغلال الخطوط الجويه بين المطارات المغربيه ونظيراتها بدول الاتحاد الاوروبي، سواء تعلق الامر بعدد الرحلات او سعه الطائرات او تعيين الشركات ونوعيتها. تتعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة السياحة على تشجيع الربط الدولي مع مختلف مطارات المملكة، وهو الذي سيمكن من إعادة الربط بين مدينة باريس والداخلة برحلتين في الأسبوع ابتداء، وهذا سينطلق إن شاء الله من الأسابيع المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن بالطبع ربط مطار الداخلة بمطارات دول الاتحاد الأوروبي بالمواصلة عبر المحور الجوي ديال الدار البيضاء وأيضا مطارات وطنية أخرى، وذلك من خلال رحلات الشركة الجوية الوطنية مثل ما هو الحال للخطوط الملكية المغربية التي تؤمن رحلات 10 رحلات تنظن بين مطار الداخلة ومطار الدار البيضاء أسبوعيا في إطار اتفاقية الشراكة اللي كاينة ما بين الدولة ومجلس الجهة المعني.